وتحيه فريمون للناس ديال الجاليه فريمون. زعما ما نكذبش عليك، واحد اللعيبه بعدا ملي كنمشيو فرنسا ملي كتمشي وانت مغربي اول حاجه كتجي تما كيقول لك واش تاكل شي كسكسو، وانا جاي من المغرب ما باغيش كسكسو، باغي لي فرشيطه، باغي فرشيطه والموز. يلا جاي منهم شوني شي شويه عطيهم الفرش. يونس انت عندك وليدات؟ مجوج؟ عندي ولد عنده 12 عام دابا. قول لي ولدتي صغير. لا 12 عام دابا، تفارقت انا مع امو في 2009 هكاك مش حال هذه، وبقينا دو بون تيرم زعما ما تفرقناش دابزنا ولا شي حاجه. وكان الشرط ديالها الوحيد هي انه الولد ما بغيتوش يبان في لي ميديا وهذا الشيء هذا، دونك فانا احترمت الشرط ديالها لحقاش ما درتوش بوحدي يعني الام ديالي. وعلاقتك به زعما صحاب كثار ولا فريمون بابا؟ هو ديما كيكون في المغرب يعني لي فاكونس نتاع الشتاء كيكون في المغرب، وفي الصيف كيدوز 3 شهور ديالو في المغرب، كيهضر مع جدو وجداتو. كيهضر بالعربيه، كيفهم العربيه مزيان، وكي حيت كيهضر بالعربيه كيهضر عم يكون بحال هذاك المسخوط. يونس كنشوفك بزاف مع اش كاين، واش هما صحاب زعما مش حال هذه نتوما ولا يلا وليتوا صحاب؟ حيت سيرتو نتوما من مكناس بجوجكم. احنا من مكناس، اش كاين كانوا بداوا قبل مني في لو دومين ارتستيك، انا ذاك الساعه مازال كنقرا، هما كانوا خرجوا الالبوم الاول ديالهم ولي ستار ديال 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 لا ريجيون ديالي، وانا كنت فان ديالهم من شحال هادي، وكنت متبعهم وعزيز عليا الراب اون بليس، وما مشيت حتى درت ديو معاهم في الاخر. وديسك واعر بزاف الصراحه. واش صافا ولا صافا با؟ اغنيه زوينه، اغنيه تديك المدينه مكناس شحال فيها ديال الفنانه، كتعطي بزاف ديال الفنانه. المهم معنا بوشرى ملك رايتي من مكناس، كاين اش كاين حتى السيد دابا راه دريس الروخ حتى هو من مكناس. اكزاكتومون، كاين ذاك الاسمر دابا راه في ذا فويس، راه خربها ديال بصح. اش كاين في مكناس؟ واقيلا الهواء، هذاك الهواء ديال مكناس ولا الماء شي حاجه. الريح. انت صحابك يونس ديال ولا الدرب ديال مكناس ديال الصغر تلعب اللي ركبتي كبرتي معاهم بليطو في الحومه، واش باقي كونتاكت معاهم ولا صافي وليتي ارتيست صافي؟ لا هي ارتيست ماشي، انا كنشوف ارتيست، انا دي فوا كننسى بانني ارتيست، تيقني كننسى بعض المرات بانني انا ارتيست، لدرجه ان حيت كيوقف معايا شي مره شي واحد كيبغي يسولني واش نتصور، انا نتصور زعما بجوج وهادي، كنبقى كنشوف عاد كنقول بان راه يعني كنقول واقيلا بغي يسولني على شي طريق ولا على شي حاجه، راه كننسى بان راه الناس كيعرفوني. سيفري. دونك ما كنديرش انا الغنى ولاغ بانه درتو باش يعرفوني الناس ولا هواية ديالي، وهذا الشيء اللي كنعرف ندير يعني الله سبحانه وتعالى خلقني وعطاني واحد الهواية، هذه الهواية هي لاغ، هي هذا الفن هذا ديال الموسيقى، هذا الشيء اللي كنعرف ندير. وليني زعما كندير هذا الفن هذا باش نبان ولا باش نلعبها ولا شي حاجة، لا باين.